مرحبا شباب، يعطيكم العافية. معاكم خالد من جيمر سناك. اليوم عندي مقطع استعراض لأول مهمة وثاني مهمة في جي تي اي اونلاين هايست. هذا الفيديو بيكون فيه شرح للمهمة وشلون تبدأ وطريقة اللعب وكل شيء تحتاج تشوفه عن هذه المهمات. تستمتع ان شاء الله كأنك انت قاعد تلعب. الإضافة هذه صدرت على كل الأجهزة في جي تي اي. في البداية أول يوم كان في مشاكل بالسيرفر، لكن الحين شيء ممتاز وستيبل الحمد لله. يكون عندك ربع معك في تشات أو في دوانية تلعبون مع بعض، يكون جدا يعني الوضع ممتع. قعدنا أول مرة 10 ساعات تقريبا نلعب اللعبة، فراح أبدأ معكم. أول مهمة في جي تي اي أونلاين تقريبا لازم يكون ليفلك فوق 12 تقريبا أعتقد. أول شيء الموضوع كله عند ليستر، تتصل في ليستر تحاول في البداية، إذا ما صار شيء لا هو راح يتصل عليك يقولك إن عندي مهمة لك ومن الأمور هذه كلها. في بداية المهمة طبعا تذكرون في القصة كان ياخذنا ليستر يورينا الأماكن أو يشرح البنوك وطريقة دخولها والأمور هذه كلها أو الخطط عشان تسويها عشان تخلص المهمة هذه. نتوجه أول شيء في أول بنك صغير ليذكره على الساحل، طبعا ما سجلت المكان بالضبط لكن موجود على الخريطة ما تحتاج. لما تروح هناك راح يوريك الكاميرات، طبعا السكيورتي كاميرا يقول لك ان هذا المدخل وهذا المخرج ولازم واحد يوقف هني، ويعطيكم الخطه بالكامل عشان تتخلصون من يعني اي ثغرات في المهمه. واحد منكم يحمي البوابه والثاني يخترق الخزنه وياخذ الفلوس وتنتهي المهمه. سمبل طبعا ما تحتاج مثل ما تقول يعني احتراف، لكن في امور بسيطه تحتاج تجهزها قبل المهمه اللي هي من معدات وسياره خاصه اللي هي المدرعه. طبعا هاي صوره البنك مثل ما شايفين من هني، هذا البنك الاول او اول مهمه يعطيك اياها ليستر عشان تبدا مهمات الهايست. طبعا قبل اي مهمه التجهيز مجرد بعض المعدات والخطه. الخطه مثل ما انتم شايفين اللي هي اللوحه وخريطه خلونا نقول اللعبه بالكامل. يشرح لكم ليستر طبعا في البدايه، يشرح لكم ليستر عن الخطه، وفي المستقبل في المهمات الثانيه ممكن يكون شرح من شخص اخر. هذا مثل ما انتم شايفين اول شيء فوق عندنا البنك وتحت اللي هي الخطوه الثانيه. هذه اول مهمه تحتاج لاعبين اونلاين بس مو اكثر. خلصنا الاولى مثل ما انتم شايفين، الحين الثانيه نحتاج سياره مدرعه وبس. هذه اللي يسمونها السيت ابس، كل مهمه فيها سيت ابس. طبعا اول مهمه فيها سيت اب ثنتين ونبدا الهايست، تكون تحت الخط المكان الفاضي. مثل ما قلت لكم تسوي انفايت حق شخص معين وتدخلون في المهمه مع بعض، يقول لك ان هذه حدها 2 أو 3 أو 4. تجهزون لبس توجهون الى المكان. طبعا الخطوه الثانيه المهمه نجيب سياره اللي هي مدرعه عشان للنحشه خلونا نقول. فتوجهت للمكان مثل ما انتم شايفين هني، صار الشوت اوت اللي بيننا وبين العصابه عشان ناخذ هذه السياره منهم. اترككم تستمتعون في المقطع الرمائي هذا واكمل لكم الشرح بعد المقطع. طبعا مثل ما انتم شايفين حصلنا على السياره اللي هي اللانسر الاسود، هذا هي يعني مدرعه او ضد الرصاص نحتاجها في المهمه. فبس اذكركم ان اول شيء خذينا فكره عن البنك والحين جهزنا السياره موجوده. لين الحين عندنا في تجهيز المهمه الرئيسيه اللي هي سرقه البنك ما بدينا فيها. فبعد ما جهزنا هذه الامور اخذنا الفكره وحصلنا على السياره، بس تظل في فتره معينه يعني فتره بسيطه في الاونلاين، وراح يتصل عليك مره ثانيه ليستر وتجهز المهمه. طبعا تجهيز المهمه يكون معاك الشخص الاونلاين، تسوي له انفايت مره ثانيه وتشوفون مثل ما شايفين هذه الخطه بالكامل وكم راح تحصلون المبلغ. المبلغ 115,000 دولار وتقسمها حسب الشخص اللي معك، تعطيه كم في المية وتطق كونتينيو وتبدا المهمه.
الضحك وين يصير؟ لما يكون اربع لاعبين وتقعد توزع عليهم الكت السايق، طبعا اللي يدش داخل الحصه مالته اكثر فيزعل، ويعني الله يعينكم على هذا الموضوع. ف اخذنا المشن خلاص، الحين راح نبدا بسرقه البنك. نتوجه مره ثانيه عند ليستر، ناخذ اللي هو السياره المدرعه مره ثانيه ونتوجه الى البنك. طبعا شو مثل شايفين اللبس مجهز حسب اللي اخترنا. خلينا نركب بس نتوجه الى البنك. مثل ما شفتوا البنك الاول نفس الشيء راح يكون الموقع نفسه. نتوجه الحين، وصلنا البنك. طبعا على طول تضغط يسار في الديباد عشان تلبس القناع، هو راح يقول لك ليستر البس القناع. في شغله بس حبيت اقول لكم اياها، راح خليكم تستمتعون في المهمه تشوفونها، بس خلوني اشرح لكم شغله. واحد منكم لازم يكون يحمي الباب، اللي هم اول شيء تكسرون الكاميرا طبعا كلها. بعد ما تكسر الكاميرا واحد يروح يسوي درل اللي هو يحفر الخزنه وياخذ الفلوس. الثاني لازم يكون يحمي البوابه، يعني شايفين اللي هو على اليمين الاصفر الميتر الاصفر. انا الحين بما اني موجود هنا يعني زارع الرعب في قلوبهم، ما راح يسوون شيء ولا يتصلون على الشرطه. لكن في اول بدايه المهم ما كنت فاهم، شوف نزلت سلاحي قاعد ينقص اللي هو الشريط الاصفر، ما كنت ادري عنه. رحت ابي اشوف صاحبي شنو قاعد يسوي، وصلت قاعد يحفر الخزنه حاليا، لكن شوفوا صار احمر اللي هو الميتر وانتهت المهمة بالفشل طبعا، لانه ضغط الزر ونادى الاف بي اي. ومرة ثانية حاولت اني اخذ سيلفي مع خلونا نقول الرهائن وصاحب البنك، لكن نفس الشيء على ما تجهز السيلفي شلت المهمة مرة ثانية وضغط الزر لانه ما في وقت. فركزوا في هذا الموضوع، خليك تكون حذر عندك المشن. راح الحين هذه المره التجربه راح تكون متقنه، فخليكم تستمتعون في هذه المشن. في شغله بس حبيت اذكرها قبل لا انتهي بالكلام، ان وقت انتم رايحين، انا طبعا بلاير 1 بلاير 2 راح يكون يجهز بعض المهمات الهاكينج ميني جيم في الشاشه، ما اخذت التصوير لاني مو انا اللي سويت، اللاعب الثاني. فمثل ما انتم شايفين نحمي المكان لين ناخذ البنك، فخليكم تستمتعون مع نهايه المهمه الاولى. طبعا انتهينا المهمة الأولى اللي هي في الـ DLC. هذه أول مهمتين تجهيز مثل ما قلنا، فكرة عن البنك والسيارة، وبعدين مهمة التنفيذ وأخذنا الفلوس من البنك. نعطي الجنطة إلى ليستر، راح يحول مبالغ لنا لكل لاعب حسب الاتفاق اللي صار قبل المهمة اللي هي سرقة البنك. ومثل ما انتم شايفين
مع السلامة. لستر راح يتصل عليك مرة ثانية في الأونلاين، يعني أنت الحين تبي تلعب مرة ثانية المهمة اللي بعدها، انتظر يجيك اتصال من لستر وتلعب المهمة الثانية اللي هي بريزن بريك. بريزن بريك راح أعرضها لكم في المقطع الجاي إن شاء الله، كل شيء عن لها عن المهمة من ناحية الجيم بلاي والشرح والوناسة، كل شيء راح تشوفون لعبة إن شاء الله أغطي لكم الموضوع بالكامل. طبعا أنتم شايفين هذا المبلغ وبعدين قسم حسب التوزيع اللي اتفقنا عليها. يعطيكم العافية على المتابعة، أتمنى عجبكم المقطع، استمتعتوا فيه كأنك لعبت المهمة أو أنك خذيت فكرة عنها. اللي حاب إنه يلعب ممكن كان استفاد من هذا الشيء. فيعطيكم العافية، انشروا المقطع مع أصدقائكم اللي ما شافوا والDLC أو حابين يشوفونه، ولايك وسبسكرايب والأمور هذه تفيدنا، أقدمكم الأفضل. قريبا نشوفكم في المقطع الثاني.